هلا شباب، هلا صبايا، بدكم تشوفوا النجاح؟ خليكم معنا. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج هلا شباب. العمر ما هو إلا رقم في سلسلة حياتنا. بعض الناس ممكن تتحجج بعمرها عشان تبلش بمسيرة نجاحها في الحياة، أما ضيفتنا لليوم فما خلت العمر حجة ولا يكون عقبة لبداية مشوارها في حياتها المهنية وبداية نجاحها ومبادرتها المهنية من جيل صغير. أعزائي المشاهدين، مع حلقة أكثر من رائعة بتستناكم في برنامج هلا شباب مع ضيفتنا الأكثر من رائعة المدرب الرياضي ضحى مريح. خليكم معنا. ضحى، شو الأخبار؟ الحمد لله. أنت أعطيك العافية. إذا كيف؟ أول شيء حابين نشكرك على استضافتك لإلنا تلفزيون هلا، بوجه لك كل الشكر. بداية هيك حابين نعرف الجمهور، كل حدا بتابعنا، مين هي ضحى مريح؟ ضحى مريح من تمرة، عمري 19 سنة، مدربة كيك بوكس إيروبي، وعم بتعلم بفينجيد، عم بنهي كورس مدرخات استوديو. أها، يعني أنت لسه بتشتغلي عند حدا كمرشدة؟ عندي استوديو اسمه باور فيتنس، بدرب فيه من جيل صغير. استوديو خاص لإلك؟ يعني أنت بدرتي بهذا المشروع بشكل فردي ولا في دعم معين من جهات؟ طبعاً الأهل، بدعم من الأهل. شو اسم الاستوديو؟ باور فيتنس. باور فيتنس، ليش باور فيتنس؟ ليش اخترت هذا الاسم؟ أول ما سمعت كنت أدور على إيش ممكن أسميه، قعدت أدور لقيت إنه باور فيتنس هو إشي بيشبهني، زي كيف أنا بتدريبي بستعمل دائماً باور، القوة. كيك بوكس بده قوة كثير. شو اللي بيفرق بين الكيك بوكس مثلا عن الزومبا والايروبيك وهي الشغلات؟ يمكن كثير من اللي بيتابعونا بيعرفوش الفروقات بين هاي الانواع من الرياضه. الكيك بوكس بده قوه جسمانيه كثير، بيشتغل على العضلات. ايش هي الكيك بوكس؟ يعني هي نفسها الملاكمه مثلا ولا مالوش علاقه ولا اجت من الكيك بوكس ايروبي؟ اجت من الملاكمه اتوقع. اسم المجال هو كيك بوكس ايروبي. ايروبي، اوكي. واللي هو كيك بوكس ايروبي يعني اجت من الملاكمه، يعني بالاصل ولا كيف؟ شو اساس هاي الرياضه؟ يعني كيف، من وين نبعت هاي الرياضه؟ كيك بوكس اجى من الملاكمه. هو كيك بوكس الايروبي بيعتمد على الموسيقى، البيتات بيطلعوا مع الموسيقى، مع يعني لما هي تجي بوم 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 انت 1 2 3 4. حلو. هي تعتبر رياضه سريعه؟ سريعه مع الموسيقى. هي ايروبي، تعتبر ايروبي مش انيروبي، يعني رغم انها سريعه. ليش الناس بتمارس الكيك بوكس؟ يعني في اقبال شايفه انت بمجتمعنا؟ في مجتمعنا بمارس رياضه بشكل كثير كبير. الرياضة الكيك بوكس بشكل خاص الناس مارسوها لعدة أسباب، منها إنها تخسر سعرات حرارية كثير، تنزل الوزن. تنزل وزن. رياضة ممتعة، رياضة ممتعة. ممتعة. ممكن بعض الناس بتحبش مثلا الركض هيك، إنها تركض لمدة ساعة، يعني ركض خفيف، بتفضل إنها تمارس الكيك بوكس لأنه ممتع أكثر. كثير ممتع، وفي ناس لتخفيف ضغط الحياة.
عشان يخففوا ضغط الشغل ضغط التعليم. بصراحة كيف شايفي إقبال الناس بطمرة على الرياضة على الاستوديو بشكل عام ويعني على كل الرياضة؟ عندنا ناس بطمرة كثير والوعي بشكل خاص بالرياضة كثير ممتاز ومنيح وناس بلشت تمارس رياضة بشكل كثير كبير كثير. ملتزمين؟ ملتزمين كثير. بتشوفي انه نسبة كبيرة مثلا بتفكر عن الرياضة انها بس أداة لانه للتنحيف ولا بلش انه عن جد تصير نهج حياة؟ لا نهج حياة نحشي. بل الناس صرت انت تشوفي انه الناس بمجتمعنا يعني صارت مارسة رياضة كنهج حياة. واو هذا تقدم جدا كبير لانه ممكن لو نطلع على اكم من سنة لورا كنا نشوف انه الرياضة للاسف الشديد مجتمعنا كانت تعاني بفترات كبيرة من النظرة لانه ليش تمارس رياضة ما انت مش ناصح يعني مش بحاجة انك تضعف يعني ما كانوش يعرفوا انه الرياضة لها فوائد كيف ما ذكرتي ان هي برضه متعة برضه تخفيف ستريس تخفيف ضغوط وبرضو للجسم. ليش اخترت رياضة الكيك بوكس يعني ليش ما رحتيش مثلا اكثر على الزومبا والايروبي والاشياء اللي ممكن نعتبرها اكثر نسوية واكثر ملائمة للنساء؟ انا بشكل عام عم بروح على كل شيء بس انا رياضة الكيك بوكس هي الرياضة اللي بتجذبني اكثر. هي الرياضة اللي حسيت انه انا بقدر امارسها واكمل فيها وانا بحبها واعطيها كانه انا عم بتدرب مش عم بدرب او عم بعمل وظيفة او شغل. انت من اي عمر بلشتي تمارسي الرياضة؟ الرياضة او الرياضة بشكل عام؟ من صغري من لما كنت أسأل إيش بدك تصير لما تكبر أول إشي يخطر على بالي الرياضة كنت أطلع على معلمة الرياضة كأنها ملاك بعشق الرياضة كثير رهيب ما كنتش متوقعة شيء من أحقق الحلم بس بعد صف 12 هيك كنت قاعدة لحالي كنت بقول إيش بدي أعمل بعد صف 12 مش رح أقعد ولا سنة قلت دغري وأنا بصف 12 بلشت كورسات كنت خايفة كثير وبعد 12 شو الكورسات اللي تعلمتيها؟ عملت كورسات بسامة أكاديمي كل كورس كان بيصير وشتمت كنت أروح عليه حتى لو أنا بعدني ما أخذتش البسيط كنت أعمل كل كورسات وشوي شوي 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 خطوة خطوة وصلت للكورس اللي أنا فيه وبنجد بس عم بنهيه وأول ما شفت الإعلان عن الكيك بو الكورس الكيك بوكس دغري رحت أول وقت سجلت دغري قلت إنه بدأ مع إنه بعيد مسافة وهيك وما كانش معي رخصة إني كانت تيجي تستناني بالساعات بجاب عشان اخلص تقول انا امي جابتني هون وانا عشان حد شايف قد ايه انا نفسي وبدي كنت كان كثير صعب علي كنت اروح على الشغل دغري اشتغل اتدرب لساعات ل 12 واحد مع انه ثاني يوم علي كيك بوكس كانت اجري كثير توجعني كان صار عندي عمس على اجري بس ما قدرتش قد ما بحب الرياضه بدي انجح فيها كان انا امتحان مش كله نجح بالامتحان عملي امتحان عملي عملي وعيوني اوكي عملي ونظري بس الحمد لله نجحت من اول مره ممتاز اذا ضحى ذكرتي انت نقطه كثير مهمه انه قبل تكون معك الرخصه انه الوالده الله يطول بعمرها ويخليك اياها وجه لها تحيه كانت تتغلب معك بين قوسين مبسوطه تعمل لي وهي مبسوطه قديش بتشوفي انه دعم الاهل مش بس بالمواصلات وبالتعب الجسدي مع الاولاد برضو بالنسبة لكل قصة إنه تقبل إنه بنتنا ضحى رح تروح على مجال الرياضة اللي ممكن مجتمعنا بيشوفوهوش بنفس نسبة الدكتور والمهندس والمحامي شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ لما الأهل بيشوفوا الشغف بابنهم رح يتشجعوا لشو مكان حلمي ما هو كانوا شايفين ما كانش في معارضة من الوالد أو الوالدة بالعكس دعموني وآمنوا فيه كثير يعني أنا نجاحي بس بسبب إم أبوي بس أبوي وأمي نوجههم أكبر تحية جد نوجه تحية برضو لعدن ومعنى جد هاي ممكن تكون رسالة لكل أهل لكل والد ووالدة عندهم أبناء أكيد لكل حدا من اللي بيشاهدون يعني لأبنائكم في طموح وفي شغف معين كيف ما كان عند ضحى الرياضة فمهم جدا إنه مهم جدا إنه نشجعهم لأنه يمكن لو بسألك سؤال ثاني شوي بطريقة ثانية إنه لو ما شفت الدعم من الأهل وشفت إنه الأهل بيحكوا لك إنه لا تروحيش على هذا المجال روحي على مجال أكثر علمي كنت بتوصلي للي أنت وصلتي اليوم؟ أنا باجي لما بفتح الباب وبفوت باجي كأني فايتة على لما الواحد مثلاً أنت مثلاً إيش بتحب تعمل بحياتك؟ أنا بحب أعطي محاضرات بحب أحكي عن النجاح لما تعمل محاضرات كثير شعور بسطل بس اوقف على المرايه بتطلع على حالي وانا امرنها واو كثير مبسوطه كثير بكون قمه فرح حلو ممتاز هسا كيف اجت الخطوه انه ضحى تحول هذا الشغف من مجرد مثلا عاده بتمارسها او رياضه لبزنس
بزنس صديقاتي كمان بجيل 20 كتير. بزنس ويعني انساني مستقل 19 صديقاتي دائما كانوا يكافئوا انه انت صدر شوفوني متمرن انا صرت بشي مرحلة صرت مجزام قدرت مرن مجزام عشقت تتمرني كعادي يعني كإنساني كان عندي زي المي والأكل زي النفس كل يوم كل كنت كان مرات نطلع حصة تانية عن مدرسة صف 12 كنت أتمرن أنزل أتمرن وأرجع أروح دوري ألباس وأطلع على المدرسة يشوفوني يقولي إنه نفسيتك في نادي في جوا المدرسة يعني ولا كيف؟ لا بالبيت أتمرن وأطلع وكنت أصور وأنزل على الإنستا إنه أنا بتمرن يقولوا لي كيف تقدر تفيق بكير تتمرني وشوي شوي صاروا صحباتي اللي هنا مرين هنا هيك كنت لحالك تتمرني في البيت لحيت هون كان غرفه ما كانش استوديو لا ما كانش استوديو كنت انا حاطه مرايه صغيره واو. وكنت معي سماعه صغيره وكنت احط غنين واتمرن لحالي وما كنتش اعرف انه بشي يوم رح يصير هيك قلت انه رح احقق حلمي ابوي امي كيف الخطوات العمليه اللي وصلتك لانك تكوني اليوم المالك والمدير يعني لهذا المكان في يوم روحت يأسانة بقول لأبوي إنه حكيت له قديش كنت متضايقة إنه وين بالمكان اللي كنت أدرب فيه أجا أبوي كنت كموظفة كشغل كشغل نمت أنا ونزلت ثاني يوم على الشغل أبوي بتصل بأختي بقولها إنه إحنا بدنا نفتح لنا استوديو أختي وافقت ما قبلنيش ما استشرنيش ثاني يوم إجا مفاجأة لقيتهم راكبين باركات جيت انصدمت بقولهم ايه شويك وشوي صار بلشوا يركبوا ومش بس ام ابوي وكمان نعماني عندي جيراننا هنا عمي دعموني كثير كانوا ساعدوني يعني في عندي ابن عم هو كل شيء في تركيبهم هو ركب لي كثير دعموني حلو كتير. حلو ماديا ومعنويا ومعك يعني بكل خطوه كل خطوه ممتاز طيب ضحى احنا بنعرف انه كل انسان بذات مبادر في مجال الاعمال بواجه كثير مشاكل وصعوبات وعقبات اللي ممكن حتى تؤدي الى انه يشعر بالاحباط في مشاكل ما مريتي فيها اللي ممكن خلتك تترددي عن تحقيق حلمك طبعا كثير واجهت مشاكل احد المشاكل كانت بالاول انه انا كنت صغيره ويعني كان الشيء صدمه للناس انه ضحى تفتح استوديو طب ما هي صغيره بعدها مساعدة الأهل الأخت بالإيمان بالنفس إنك تآمن بحالك بتآمني بحالك كتير اللي بآمن بحاله بنجح إنه قبل ما الواحد يكون بده داعم من برا لازم يدعم حاله من جوا يقول إنه أنا بقدر أنا بدي أصير أنا رح أوصل كنت دائما أقول قبل ما نام أنا رح أوصل بعرف إنه رح أوصل ما خلتيش هذا الحكي يعني يأثر عليك وما فكرتيش إنه الإيمان بالنفس بخليك تمرق كل هالعقبات ما فكرتيش تأجلي هاي الخطوة لا ولا مرة لتصير بعمر أكبر ولا لا المرة بآمن إنه الإنسان بده يطور حاله كتير سمعت حكي عن هذا الشيء كتير نحكي له بس أنا بآمن إنه الإنسان بده يطور أنا كيف كنت أتطور على الأول أنا أخذت كورس بس الكورس لا يعذر هذا الكورس واحد الكورس مش رح يصنع من ضحى كنت أفتح اليوتيوب على اليوتيوب بدك تتفرج بدك لا أنا كنت شو أشوف ألقط أخده إلي إيش أشوف على الإنستغرام أنت إنسان مخطط بتخططي للحياة بتحضري كورسات محاضرات تدريب أكيد هاي الأشياء أكيد تقوية أما مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب وين على كل هالأشياء بتقدر أنت تحضر وتأخذ أنت يعني معك الأدوات بس أنت بدك تحط براسك وتنفذ تمام أعزائي المشاهدين هاي ممكن تكون ملاحظة لكل حد عم بتابعنا إنه الإنترنت هي أداة وهي وسيلة ممكن نستخدمها بطريقة سلبية ونضيع وقتنا وممكن نستخدمها بطريقة إيجابية اللي تطورنا وتقوينا في الحياة مثل ضحى مريح مكملين مع ضحى ضيفتنا لليوم خليكم معنا نلتقي بعد الفاصل مرحبا اهلا نوال نوال قولي لي قديش عمرك حبيبتي نوال عندي عده برامج لجيلك ممكن تاخدي برنامج او منوي اللي فيه بتتمرني لحالك بالاستوديو بتكوني لحالك مع المدرب الضحى
في المينوي الزوجي انت وصاحبتك او لحتى ثلاث صبايا يعتبر ايمون الزوجي، او مع كبوتسا اللي راح تكوني من 5 لـ7 صبايا، من 7 ل اسفي ل 12 صبيه بالايمون. وهيك احكي لي شو بتحبي، يعني شو اكثر منوي راح تحبيه. تمام عزيزتي، اسا انا ببعت لك رساله واتساب للتذكير وخلص. انا عدن مريح، بشتغل مع دحى، بعمل كل الامور اللي لازم تنعمل اداريا، اداره المتدربات، متابعه قياساتهن، متابعه حضورهن او عدم حضورهن، تمرير البرامج، برنامج التدريب لكل متدربه ومتدربه. ميرا ماركيان، عمري 16 سنة، بتمرن عند استوديو بار فيتنس، مدربتي بتكون ضحى مريح. أنا مشتركة بالمخون شهرين وكثير مبسوطة بالنتيجة. أنا بتمرن بالجمعة 3 مرات. أنا أحب أصير معلمة رياضة لأنه بحب الرياضة كثير، وكمان برجع بقول ضحى اللي وصلتني لهذا الإشي طبعاً، وكل احترام لضحى صبية بعمرها وصلت لكل هذا النجاح. أنا ريان صباح، عمري 13 سنة، حبيت أشترك بباور فيتنس عند دحى مريح، وكمان أنا فتت عندها ولأنه بسمع كثير عنها وبسمع قد هي نتائجها حلوة، وبسمع من كثير أشخاص وناس إنه هي كثير منيحة مع الناس وبتجذب الأشياء، وكمان معاملتها مع ناس كثير حلوة. بالوسط العربي وبشكل خاص بطمرة في إقبال من الصبايا على الرياضة، في وعي عندهن على قديش مهم إن نتابع نمط حياة صحي بالنسبة للأكل، بالنسبة للتمارين الرياضية، وإن كان مش إنها مشتركة باستوديو، كتير صبايا بسمع إنهن بيمشوا بيطلعوا بيمشوا بساعات معينة، برقدوا بالشارع بمتزهات. يا ما بعرف، 2 3 4 يلا تحت قفل حزات أكتر، 4 3 2 1 يوكي هون هون بعد صباي هيك نبلش، 1 2 1 2 يلا 1 2 حزات أكتر، يلا بان كوكو يوفي، 1 2 3 4 هون. لما يكون عندك بزنس معين أو مصلحة أو دفكة إنها مصلحة صغيرة، لازم يكون عندك سلطة، نوع من السلطة. أنت الاستوديو إلك، الناس اختارتك، أنت من بين عدة متنافسين وعدة أشخاص زيك، هن واجبهن عشان ياخدوا خدمة معينة، هن عندهن مقابل اللي يعطوه. كان الإشي بشكل عفوي أكثر، كانوا يسمعوا عنا زي كل أي شخص متدربة، يتدربوا عنا، يحبوا الأجواء، يشوفوا نتائج رائعة، خليهم غصب عنهم إنه بدون لا شعورياً يسوقوا لباور فيتنس. باور فيتنس مش راح يوقف هون، مش هاي نقطته. أحلامنا أنا وضحى بعيدة كثير، أكثر من أي حدا بتصور، وسنين قدامنا لا تثبت هالأمور. يا صباي فوق، راد شوفي، يا مع بعض 1 2 4 3 2 يا مع بعض
وبشكر طبعا ضحى اللي وصلت لهي النتيجة، بما انه انا قلت لك ما صار ليش فترة كبيرة وتمرن عندها بس شهرين، بشكرها عن جد كثير لضحى مريح اللي وصلتني لهذا الشيء. صح هي غرفة انه مش صغيرة فيك تقول، بس من ورا هي الأوضة ضحى كثير في طلبات مبسوطات منها. أنا بالمدرسة إسا بثانوية بفرع بيوتكنولوجيا اللي بحاجة لوقت على المكتبة، وقت دراسة، وطبعاً بقسم وقتي وبلاقي وقت للاستوديو، بلاقي وقت للدراسة طبعاً. إني أتعلم بالنهول والإدارة وكل هالأمور فكرت إني أفوت كورس أصلاً، بس ما كانش عندي وقت بهذيك الفترة، فضلت أضل باللي أنا فيه، أخلص مدرسة وبعدين أفوت على التعليم، أكمل مجال التعليم. بتمنى لها التوفيق بهذا المجال، وبس بحب أقول لها كلمة صغيرة إنه هي كثير منيحة وبتمنى تضلها هيك، وبنصح كل بنت بتحب الرياضة تيجي عند ضحى مريح، لأنه زي ما حكيت قبل إنها كثير معاملتها منيحة وتمارينها كثير حلوة، وهيك حتى كنت نايم بتخليك تصحصح. بالنسبة للرياضة إنه هي كثير مهمة للإنسان عشان يحرك جسمه، كمان الرياضة في إلها كثير احتياجات، مثلا إنه الحدا بده يضعف بده يرتب جسمه بده يشد. ضحى، احنا بنعرف انه كل انسان ناجح وكل انسان حتى لو نجح بتجربه معينه وكل انسان مبادر كان في من وراء نجاحه صفات معينه كان يمتلكها. شو الصفات حسب رايك اللي موجوده عند ضحى اللي ساهمت انها توصل لهذا النجاح بجيل جدا صغير؟ اول شيء الاراده هي فوق كل شيء. الاراده، المثابرة، إنه الواحد ما يكونش كسول، الواحد يكون نشيط. أنت إنسان نشيط؟ كثير 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 كثير. بتناميش كثير؟ لا، شالي وساعات نوم كثير قليل. قديش المعدل؟ يعني أنا مرات ببطل لأنه بكون علي تعليم وبكون علي شغل، ببطل إنه أنام أربع ساعات. أربع ساعات؟ بتحسيها كافي؟ لأنه بطلع من هون على الأربعة، ببطل إنه أنام أربع ساعات، بروح من هون على 11 أجهز حالي. أنت استيقاظ مبكر عندك هذا عادي تعتبر يعني؟ اي ساعات بشكل عام تستيقظ؟ ايه على مرات على 4 الصبح. 4 الصبح. واو، هاي ملاحظه جدا مهمه يا جماعه، كل حدا بتابعنا النهوض المبكر من اهم اسباب النجاح. بتوافقي بهذا الراي؟ طبعا اكيد. اللي متعود انه يضل نايم لساعه متاخره ويكون كسول، هذا هي صفه شاله بتلاقيش بتوصلش لنجاح ابدا. اوكي، شو بالاضافه لهيك يعني مثلا انت بتعتبري نفسك انسان صبور؟ بتشوفي في حالك الصبر كثير؟ انا انسانه صبوره، انسانه بفكر كثير باي تصرف بخص شغلي، بفكر كيف انا ممكن اني اعمل بالضبط الشيء اللي راح يوصلني بالضبط للنتيجه اللي بدي اياها. راح الواحد يمرق بفترات اللي هو راح يحس بيأس، راح يصير اشياء راح تقول له، راح يجي ناس يقول له انت مش راح تنجح. أنا حسيتي هذا الشيء؟ طبعا الناس هي بتقوله هيك، هي عارفه انه رح ينجح بس تكون خايفه من نجاحه. تسمعي تثبيط وكلمات اللي بتيأس من المجتمع؟ في مرة مدرب حكى لي، كان في علاقة شغل بيننا، حكى لي ضحى انت بطريقتك هي مش رح تنجحي. روحت يومها يأسان عند امي قوي، حكت لي هيك كثير. شو حكوا لك لما حكيتي للعيلة انه هيك حكوا لي؟
حكولي انه ما تسمعيش من حدا. اسمعي من هون، طير من هون الاشياء اللي مش رح تفيدك. فعلا هذا اللي عملته الحمد لله، هاك هذا اللي صار. انا كملت وما يئستش، كنت عارفه ورا كل صبر في نجاح، ورا كل ايمان بربنا في ايش رح توصلي له. لما بتتعبي ربنا رح يعطيك، اللي بتعب رح يوصل. علاقتك بربنا قويه كثير 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 كثير. انت انسان روحاني، انسان كثير. اللي عنده إيه مثلا عادات معينه بيكون فيها بشكل يومي، شو هاي العادات؟ الدعاء دائما. لما انت تعملي منيح قبل ما الشخص ياخده ربنا، يعني بيوصل لربنا قبل ما يوصل للشخص. انت بتعملش الشخص منيح عشان هو يحبك او عشان الشخص يحس منيح، غير عشان هيك الاشياء، عشان ربنا. انت قدام ربك، ربنا شايفنا دائما. انت انسان معطاء، يعني بتامني بالعطاء، بالتطوع، بمساعده الناس كثير. تمام. شو الحلم الكبير اللي عند ضحى؟ لوين بدها توصل ضحى في الحياه؟ حلمي الكبير اول شيء هو انه انجح انا وعدن اختي، لانه هي اللي اعطتني نجاح. هي انا ناجحه بسببها، هي انا لما كنت ايأس هي اللي كانت تشجعني. نجاح مشترك. نجاح مشترك. بس انه حلمي انه هي تنجح بعدين انا انجح. باي مجال؟ شو حلمك توصلي مع بعض؟ نفسي انه نضل مع بعض، نفتح اكاديمي. ضحى والقراءه في علاقه بينكم؟ بقرا كثير، بحاول دائما انه اسرق الوقت، يعني باوقات الهفسكات هيك وقت كثير صعب. تقرب مجالات معينه ولا بقرا بتغذيه؟ تغذيه. عشان لما تيجي تسالني متدربه احاول اساعدها. احاول يعني لو اجاوبها بشيء بسيط، بحبش حدا يجي يسالني شيء وما اعرفش اجاوب. حلو. يعني بالاضافه للكورسات المهنيه اللي بتاخذيها بتثقفي حالك بالاشياء اللي محيطه بمجالك. بس في اليوم كان معي كتاب الصبح بالفرقة الصباحية، في صبية طلبت مني تأخذ الكتاب عشان تقرأه ترجع لي يوم السبت. أنت من الإنسان اللي بعطي كتب طبعا. ضحى، إذا في نصيحة معينة تنصحيها لكل شاب وصبية عم بتابعنا وحاب ينجح في حياته، شو بتنصحيهم؟ بنصح كل شخص في قدامه هدف بده يوصله المثابرة، الصبر زي ما قلت، ولا مرة حدا يطلع حوله، يحط حلمه قدامه ويمشي بس، حتى لو المجتمع والناس ما كانوا داعمين له. وبالاخر كله رح حتى لو الاول بالاول واجه صعوبات هيك، نفس الشخص اللي كان ينتقده نفس الشخص هذا رح يجي يبارك له على نجاحه ويتحول لانسان داعم. شكرا جزيلا ضحى، شرفتينا. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. اعزائي المشاهدين، وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا مع المدربه ضحى مريح. استفدنا من هاي الحلقه كثير من القيم للنجاح، وأنا حابب أنهي بقيمة واحدة ممكن تكون من أهم أو أهم قيمة عشان ننجح في حياتنا، وهي قيمة الصبر. وتنسوش القانون الكوني اللي بيقول قليل دائم خير من كثير منقطع. إذا عندك حلم وعندك هدف، بلش كل يوم حقق ولو جزء قصير منه وجزء بسيط جدا، بس هيك بتوصل لهدفك. لأنه الأحلام الكبيرة لازم تسبقها خطوات جدا صغيرة عشان توصل لهناك. اتحلوا بالصبر، وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. إلى حلقة جديدة من برنامج هلا شباب، أستودعكم الله، يعطيكم العافية. سلام. هلا شباب، هلا صبايا، بدكم تشوفوا النجاح؟ خليكم